السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن علامات الحسد في الزواج. إيه ده؟ ممكن أحسد بأنني لا أتزوج؟ أيوة، هناك بعض العلامات تدل على أن هذا الإنسان محسود ومكتوب له، أو بمعنى أوضح أن بعض الناس يتمنوا أن هذا الشخص لا يتزوج. من العلامات الظاهرة والواضحة لأي شخص قريب من شخص مصاب بهذا الحسد، حينما يرى أن هذا الشخص لا يحب سماع أمور الزواج بل وينفر منها، لا يحب. ليس هذا فقط، وإنما يشعر بضيق في الصدر عند سماع سيرة الزواج. ده شخص محسود بإيه؟ بألا يتزوج. وأحيانا هذا الشخص يكره الحديث مع الطرف الآخر نهائيا، يعني لو إن مثلا اللي معمول له العمل ده، عفوا، اللي محسود بهذا الشيء، لو إن هذا الشخص ولد أعزب ما يحبش يتكلم مع البنات نهائي. انا لا اقول ان الاصل ان احنا نتكلم مع البنات، مش ده اللي اقصده. اقصد ان هو الطرف الاخر هو مش عاوز يحتك بيه نهائيا. موضوع انه يقف مع بنت ولو انها زميلة له في العمل او زميلة في الدراسة، هو مش عاوز. والبنت كذلك تكره الكلام مع اي صنف رجل. ليه؟ لانها محسودة بهذا الامر. احيانا الشاب يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، هو من جواه نفسه يخطب البنت دي، وفجأة يلاقي نفسه أنه لا يقدم على هذا الأمر، وهو مش عارف ليه وبدون سبب. من الممكن في هذا الوضع ترى الحالة المحسودة بعض المنامات التي تؤرقه، زي رؤية القبور والأموات والنمل والسحالي في المنام. هذه الرؤية تدل على الحسد في الزواج. آخر حاجة معنا، وهي أنه يتراجع عن الخطوبة بعدما يخطب. أنا كنت بتكلم من شوية عن أنه نفسه يروح يخطب فلانة، لكن هو بيلاقي نفسه لا يقدم على هذا الأمر، ما بياخدش خطوة إيجابية. لا، دي حاجة تانية بقى، أنه هو من الممكن أنه هو تعجبه بنت معينة فيروح يخطبها ويبقى فرحان جدا، فجأة عاوز يسيبها. ليه؟ مش عارف. وكذلك البنت نفسها ان فلان ده يخطبها، وبعد ما يخطبها تتحول تكره هذا الخاطب وتبقى عايزة تنفصل، ولمجرد انها تنفصل عنه تشعر براحة نفسية. كل الكلام ده اسمه حسد في الزواج. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.